يسعد صباحكم مشاهدينا مرة ثانية من برنامج الصباح. إن شاء الله يومكم مبارك وإيامكم كلها مباركة. أكيد نتمنى أن يوم اليوم يكون يوم مميز جدا في حياتكم، وأكيد إن شاء الله دائما أموركم كويسة ونعيش في سلام وأمان. مشاهدينا، هلبة مواهب في ليبيا للأسف مش واخدة حقها، سواء كانت في كل المجالات، سواء كان على الصعيد الرياضي الفني الأدبي، أيضا المواهب العلمية، ولكن اليوم حبينا نسلط الضوء على المواهب الرياضية، تحديدا المعلقين. هم لاعبي كرة القدم للأسف مش واخدين حظهم، يا بالك المعلقين. اليوم حتكون معانا موهبة وطالب، هو خريج طبعا طالب في كلية الأعلام، عنده موهبة غريبة، وإلى جانب طبعا موهبته في الأعلام، وهي موهبة تقليد أصوات المعلقين الرياضيين، وأيضا موهبة التعليق، وطبعا عنده فيه لمسة يعني خاصة به. طبعا هو اسمه هيثم ديميرا، اكيد اول ما نسمعه اسم ديميرا حنستغربوا علاش اسمه هيك، اكيد هذا اللي حنعرفوه من خلال الاتصال الهاتفي اللي حيكون معاه. ولكن هو طالب الاعلام هيثم سيف الجازوي، اللي طبعا امنيه حياته انه هو يكون في يوم اعلامي رياضي. اكيد احنا قبل الفاصل اتكلمنا على فرقه ستارة، اللي طبعا واجهت هلبة انتقادات بطريقة بشعة وهجوم غريب عليهم، كأنهم داروا شيء فاجعة، كأنهم قتلوا مواطنين، مش كأنهم كل اللي داروه عبروا عن قضية هم يشوفوا فيها بسلام. هذا اللي احنا نحاولوا احنا نتعلموه من خلال لما نجيبوا في مواهب شابة ليبية على كل الأصعدة زي ما ذكرنا، سواء كان على الصعيد الرياضي، على الصعيد الفني، على الصعيد أيضا حتى في مجال التعليم. نتمنى ان كل المواهب اللي تطلع في ليبيا لو احنا نبغى ننتقدوها بطريقه مؤدبه، بطريقه ما تجرحهمش، ما تحجمهمش، ما تخليهمش يوقفوا في مكانهم ويحسوا ان هم ما يبوش يكملوا. احنا عارفين الازمه اللي تمر بها ليبيا، سواء كانت ازمه سيوله، سواء كانت ازمه امن، سواء يعني ازمات عديده. فالمفروض لما تطلع موهبة من ليبيا احنا نكون واقفين جنبها، نكون أكبر داعمين لها، مش نكون احنا مصدر إحباط لها. هذا طبعا اللي احنا حابين نوصله. على بال طبعا ما نرجع نكلمه هيثم ديميرا، خلينا نقرأ. اوكي تواصلنا بهيثم ديميرا. الو صباح الخير هيثم. الو صباح الخير. صباح النور. كيف الحال؟ الحمد لله. طيب في البداية أول سؤال خطر على بالي أول ما شفت اسمك، طبعا هو هيثم ديميرا، يا ريت إن أنت تقول لي كيف ديميرا، من وين جاء الاسم؟ ديماريا أنا طبعا يعني في الكورة مش هلبة، ولكن شجع يعني شوية عندي معلومات بسيطة، لكن صراحة الفتني اسمك. تمام، صباح الخير عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى قناة 218. جت عبارة عن نلعب في كرة القدم، وفي لاعب ريال مدريد، في شبه يعني شبه واجد مني، ويعني الأصحاب والأقارب يعني راح اللقب هذا ديماريا، وانتشار يعني الجار والصاحب أي قاعد لقب وكي دي ماشي فيه. صوتك مش واضح هيثم، أنت في الجامعة؟ في الكلية. طيب صوتك مش واضح، حاول ان انت تسمعنا بس من التليفون لانه صوتك ضعيف بكل ما نسمعوش فيك، او حاول ان انت تكون في مكان فيه تغطيه. الو هيثم، انت زاد صوتك ضعف على فكره. ما مش عارف التغطيه رايحه بكره. طيب اوكي نبي نسالك موهبه تقليد المعلقين، اول معلق قلدته شنو كان اسمه وعلاش قلدته؟ يعني هو هل كنت انت من متابعينا عندك شغف به او بس جت هيك صدفه؟ المعلق هو روف بن خليف. نتذكر ايام كنت في المدرسه في الابتدائيه، كنت نلعب في المرسف كره قدم في الدوري المدرسي، طبعا كنا نتفرجوا على المباريات الاوروبيه ومباريات الابطال. تميت الشخص هذا، لقيته عنده نبرة صوت معينة. اها. تميت يعني في الحوش وانا نقرا وفي الشارع وفي
وفي المدرسة تميت يعني نجيب نحاول نجيب طبقة صوتة. تميت يعني بالاستمرار وبال يعني بالمواصلة يجيب طبقة صوتة. هو يعني يعتبر روف بن خليف يعني من نشأة هو اللي كنت أقلد فيه. وبعده جاء طبع التقليد وكاركتر تقليد الأصوات والمعلقين، بس يعني حكم ميولي إن هناك مجال رياضي إنه هو معلق الكاركتر تقليد الرياضي معلقين. طيب أنت 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 طب أنت طبعا يعني حاليا قاعد تقرأ في كلية إعلام، شنو اللي خلاك تختار إعلام؟ هل إن أنت حاب في مستقبلا تتوجه لمجال الإعلام الرياضي، أم بس عندك شغف بالإعلام لكن يعني مش حاط تخصص معين في الإعلام أو مجال معين؟ هي من أنا وصغير كنت أتبع في البرامج ويعني نحب المجال هذا بتاع الشفافية وحيادية ونزاهة وإن تقول الحق. مغبا يعني في الآونة الأخيرة تقعد إعلام يعني كاذب وإشاعات ونيح وأنا من صغري يعني أنا نطلع مقدم برامج أو مذيع إعلامي مراسة، نحب المجال هذا من أنا وصغير. أنت يعني يعني زي ما تقولي طموح في نفس الوقت حلم. جميل، ان شاء الله تكون زميلنا يا هيثم عن قريب تتخرج هيك ونشوف في احسن القنوات. طيب سؤال اخير، شنو القناه اللي دائما اللي تحلم انك انت في يوم من الايام تعلق فيها على مباراه؟ هي لو قناه محليه بحكم ان عندي يعني صداقه مع الاستاذ ابراهيم بحوتي مذيع عندكم ومقدم برامج وصديق لي يعني صديق عزيز علي. تحيه لي. تحياتي له. ويعني لو قناه محليه اتمنى ان نكون في 218 يعني او قناه العربيه هي زي ان سبورت يعني زي سابقا كينا جزيره. ما فيش القناه هذه المهتمه بالمجال الاعلامي الرياضي كسواء معلق مراسل مقدم برامج، وفيها يعني فيها كوادر وفيها يعني مثل اعلى كيف مقدم برامج هشام الخلفي او مراسل ياسين ياسين او معلق رياضي هشام الشوالي، يعني الناس تكسب منهم خبره وتستفيد منهم في المجال. ان شاء الله يا هيثم تكون زميلنا عام قريب وتتخرج ونشوفك افضل معلق رياضي في الوطن العربي باذن الله. شكرا لك هيثم دي ماريا. اوكي، هيثم دي ماريا كان معانا تحديدا من غازي من كلية الإعلام اللي إن شاء الله يحقق كل طموحاته. مشاهدينا حنشوف فيكم فاصل، وبعد الفاصل حتكون معانا أخصائية التغذية هيا الصمادي اللي حنعرفوا أهمية السناك في الرجيم، سواء كان للناس طبعا اللي مدارين رجيم باش إن هم يضعفوا، أم أيضا الناس اللي متبعين حمية معينة باش يزيدوا وزنهم. شن هو أهمية السناك؟ هذا اللي حنعرفه مع أخصائية التغذية هيا الصمادي. هيثم دي ماريا أو هيثم سيف الجازوي، باش تعرفوا أكثر على موهبته في التعليق الرياضي ما عليكم إلا أنتم تحضروا الفيديو وتديروا لايك وشير للصفحة وسبسكرايب للقناة.